هجي لك في الاهلي وهنتكلم في مستر كولر بيفكر من وراه ازاي، بس انا عايز اعرف كابتن مكي بكره توقعي بلال انه هيقول للعيبه في اوضه اللبس انه انتوا ما عندكوش حاجه تخسروها، عندكوش حاجه تبكوا عليها، العبوا لاسمكم والعبوا لنفسكم قدام بطل افريقيا، المباراه دي ممكن تغير من الواقع 180 درجه في حاله لو قدمتوا مباراه كبيره او لو قدرتوا تخطفوا او تعطلوا النادي الاهلي سواء بنقطه تعادل او لا قدر الله يعني 3 نقاط مكسب، يراهن على ايه مكي في مباراه بكره وتتوقع هيفكر في مواجهه الاهلي ازاي؟ يعني يمكن مكي من بعد ما تولى تدريب الحرس خاض مع حرس الحدود 5 لقاءات، كان خسر امام بيراميدز والاسماعيلي بنفس النتيجه 1-0 1-0، بعدها قدر يفوز على اسوان في اسوان 1-0، وقدر يرجع بعدها ويقصي غزل المحله من مسابقه كاس مصر بالفوز على غزل المحله 3-2، والمباراه الاخيره تعادل مع الداخليه 1-1، فاذا النتائج مع محمد مكي في منحنى تصاعدي. اه بالظبط، قدر يغير شويه في التشكيل، يمكن رجع رمزي خالد مره ثانيه التشكيل وهو من اللاعبين اللي عندها خبرات في الدوري المصري، عنده طبعا ابرز النجوم مصطفى زيكو ومصطفى جمال. مصطفى جمال يمكن لو هنستعرض ارقام حرس الحدود هتلاقي عنده ارقام مميزه رغم وضع الفريق السيء في جدول الدوري. فمحمد مكي زي ما حضرتك قلت هيدخل اللقاء بكره باللعب بدون ضغوطات، هيقول للعيبه بينوا نفسكم عبروا عن امكانياتكم. طب تعالى نشوف وانت بتتكلم يا بلال كده على مستوى الهدافين في الفريق. ده اعلى اللاعبين زي ما قلنا، عنده ارقام مميزه السنه دي مصطفى زيكو. ده مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود سجل 6 اهداف، لسه بنتكلم عن مصطفى جمال اللاعب اللي بيجي في المركز الثاني سجل هدفين، واحمد حمزه اللي هو مسجل برده هدفين، عمر بسام اللي اختفى تماما شارك في اول الموسم احرز هدف، مصطفى صبحي مصاب دلوقتي مش هيشارك سجل هدف، الاسيست محمد رضا عنده 2، عنده مصطفى زيكو عنده هدفين. اذا هو من الارقام يعني واضح ان طبعا الارقام كلها ضعيفه ما بين 1 او 2، ابرز الارقام طبعا مصطفى زيكو احرز 6 وصنع هدفين، وده رقم جيد جدا بالنسبه لفريق في مؤخره جدول الترتيب. فاعتقد ان حرس الحدود هيدخل المباراه بيدافع تسويق بعض اللاعبين يمكن وبيعهم لانديه هتبقى او هتشارك السنه الجايه في الدوري الممتاز بغرض الصرف على الفريق مره اخرى والعوده لمسابقه الدوري الممتاز يمكن بعد موسم او موسمين. يمكن حرس الحدود الفترات الاخيره عودنا ان هو لما بينزل ما بياخدش وقت كبير، يمكن بيقعد عشان يرجع تاني او بيرجع تاني، فاعتقد ان هو هيقول لهم كده عبروا عن امكانياتكم في مباراه كل مصر تقريبا بتشوفها، كل الناس مستنياها، اول مباراه للنادي الاهلي بعد التتويج والعوده من افريقيا. نروح مع احمد، ده فيما يتعلق يا ابو حميد بالهدافين والاكثر صناعه. طب تعال نشوف معدلات تسجيل، معدلات استقبال الحرس للاهداف، احصائيات وارقام مع احمد. اتفضل يا ابو حميد. شايف ان من نتكلم على اول 10 دقائق اجمالي التسجيل، معدل تسجيلهم او عدد اهدافهم 18 هدف، دي فترات تسجيلهم اول 10 دقائق في 19%، من يعني 10 دقائق التانيين 25%، في اخر 10 دقائق من الدقيقه 21 للدقيقه 30 6%، طبعا اخر 10 دقائق في الشوط الاول 0%، مفيش خالص. وبيرجعوا في يعني في قبل نهايه الشوط الاخر 13%، 13% في اخر الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني. الشوط الثاني نفس الكلام على فكره برضو، يعني واضح ان هم اول 10 دقائق في الشوط الاول واول 10 دقائق في الشوط الثاني 19%، يبقوا فايقين جدا في الفتره دي. من الدقيقه 61 للدقيقه 70 0%، من الدقيقه 71 للدقيقه 80 6%، يعني تقريبا اول ثلث ساعه هي بالظبط، اول ثلث ساعه في الشوط الاول واول 10 دقائق في الشوط الثاني بيبقى فيها نشوه، بيبقى في قصه لياقه بدنيه. خلي بالك هو برضه الاحصائيه دي خادعه شويه، لان عدد الاهداف انت حضرتك سجلت 18 هدف، يعني هتلاقي عدد الاهداف قليل جدا بالتوزيع على عدد المباريات اللي خاضوها يعني. تمام، استقبال معدل الاستقبال على فكره هم سجلوا 18 واستقبلوا 38 كتير جدا يعني سالب 20. استقبال اول 10 دقائق 5%، هم تاني اضعف خط دفاع بعد غزل المحله، الغزل استقبل 43 هدف برضه، رقم كبير قوي، رقم كبير جدا. الغزل على فكره انا مستغرب عشان كان بيلعب كره مفتوحه، والغزل بدايته في الدوري كويس قوي قوي، كان بديء، كان بدايه كويسه جدا. تغيير بابافاسيليو، بابافاسيليو اثر عليهم جامد، كان عامل شغل مع جدا. طب ده الاستقبال، نتكلم على انه دايما ال 10 دقائق الاخيره لما بنتكلم على 38 جول، يعني تقريبا ال 32% بتتكلم على 13 جول منهم، 13 و10 هدف في اخر 10 دقائق بالظبط.
فطبعا من الدقيقه 11 للدقيقه 20 11%، من الدقيقه 21 للدقيقه 30 3%، من الدقيقه 31 للدقيقه 40 3%، من الدقيقه 41 للدقيقه 50 13%، ومن الدقيقه 61 او 51 للدقيقه 60 13%. طيب فكره ان هم بيسجلوا دايما يعني في بدايه او قوتهم الهجوميه اكتر بتبقى في بدايه المباراه وانهيارهم الدفاعي في اخر المباراه، ده معناه ايه؟ اعتقد التماسك بتاع فريق حرس الحدود مشكلته ان هو ما عندهمش حلول هجوميه، فاحيانا بيفضلوا دايما يعملوا محاولات على المرمى كتير جدا، لكن مشكلتهم ان هم في الوقت اللي خلاص بقى يعني بكتر المجهود الدفاعي الكبير طول المباراه فبييجوا في اخر 10 دقائق، وده باين جدا في الاحصائيه اللي احنا عرضناها دلوقتي، بينهاروا يعني دي مشكله كبيره جدا في الحرس من بدايه الموسم ان هم عندهم مشكله كبيره في النقطه دي. ايوه.